المهندس سعيد الفضالي المشرف العام على صالون حزب الوفد هو النهارده ان شاء الله ضيف الندوه وهي ندوه سياسيه يعني الصالون بيرتكز على اربع محاور او اربع منتديات منتدى سياسي منتدى ادبي منتدى فني منتدى حزبي اللي هي بيبقى فيه مناقشات واراء الوفديين في قضايا البطروحه في الوفد يعني ودي احنا تعودنا فيها و ورئيس الوفد يمكن فاتح هذا المجال الحقيقه عشان يبقى كل الوفدين بيبقوا مشاركين في القرار النهائي اللي بيطلع لل... فالنهارده ان شاء الله هيكون في ندوه ضيفها اللواء محمد ابراهيم وده عضو الوفد ومرشح عن الوفد وكان مساعد وزير الداخليه السابق ومدير انتربول يعني ده قصته يعني بالنسبه للسي في بسيط عنه والندوه هيكون عنوانها باذن الله التحالفات الانتخابيه في ظل حكم المحكمه الدستوريه واعاده تقسيم الدوائر. لا لا هو حزب الوفد احنا ما بنتدخلش في ده بالنسبه للندوه ديت هي في اطار هذا الموضوع وبالتالي بنترك الحريه للضيف ان هو ياخد النقط دي وبيتكلم فيها وبيحضرها هو النقط احنا بنتحرك في خلالها يعني. لكن بالنسبه لقرارات الوفد دي قرارات هاي عليا وقرارات يعني قرارات مؤسسيه ما بنتدخلش احنا فيه احنا بنناقش فقط وبنلقي الضوء عشان يبقى في نوع من الحوار داخل الوفد بس مش اكتر